كنت افتكر. متوقع بنتايج لا ان يظهر بالشكل لا ده؟ هو كويس، بس انا عايز الاستمراريه، مش عايز ماتش بس كبدايه كويس طبعا، بتفرق طبعا، بتدي ثقه وبتكمل. الثقه ليه بقى يا كابتن؟ الزمالك هو اللي نازل يهاجم والاهلي هو اللي بيدافع. والمبادره كانت حلوه من لعيبه نادي الزمالك، يعني مركزين يا كابتن. مبادره الشخصيه بتاعتهم كابتن بص انت راجل يعني ما شاء الله، كنت من اللعيبه المميزه جدا. عارف انت في الماتشات اللي زي دي البدايه بالمشاركه بالتخبيط بتاخد الكره من الخصم بتاعك، دي بتديك ثقه. احنا كنا بننزل نيجي نسخن معلش قدام النادي الاهلي، بنشوف الكابتن حسام غالي هو بيسخن، هو كابتن الفريق واللعيبه بتسخن، احنا كنا بنخاف. تسخين النادي الاهلي انا شايفه مختلف عن تسخين نادي الزمالك خالص. بتفق معاك في الماتش ده بالذات، اللعيبه مركزه. امال لعيبه النادي الاهلي شاغله دماغها بحاجات، يعني انت معلش انت النادي الاهلي، انت بتلعب في النادي الاهلي، سيبك بقى من يقول لك بيتصور وبيعمل ما هنا دي بيتصور، دي مالهاش علاقه. انا عايز ابقى في الملعب راجل. صح. انا لما تسمع مزيكا تحط ملهاش السماعه الكبيره ايا كان بقى اللي يحصل، دي مالهاش علاقه. انا ليا الملعب يا كابتن. لعيبه الاهلي ما كانتش مركزه، من المدير الفني مش من اللعيبه. صح. ما انت من المدير الفني بسبب ان هو سفر لعيب النادي الاهلي قبلها بيوم ولا بيومين؟ قبلها بيوم. هو المفروض اصلا التمارين الاساسيه كانت يوم الاربعاء، هو عمل التمارين الاساسيه في النادي الاهلي في التمرينه، وبعد كده سافروا ووصلوا بالليل. بص يا كابتن، من ساعه ما فيش مدير كره في النادي الاهلي والدنيا مش مظبطه. هرجع لك في الجزئيه دي. انا بقول لك ما هو برضك نظام، يعني هو معلش انت مدير فني دلوقتي. ماشي، انت بقى معاك مدير كوره. انا هعمل كذا، بيتكلموا بعض. كان كابتن سيد عبد الحفيظ الموضوع ده كان مختلف. كابتن سيد عبد الحفيظ خلاص ما انا بتكلم يعني على اللي فات. انا فاهم. كابتن خالد بيبو نفس في دلوقتي كابتن محمد رمضان، شايف ان هو هيقدر ينجح مع اتعاملت معاه ده كويس. النادي الاهلي خسره عشان الراجل ده يجي، رغم ان هو بعيد من زمان. لا بس الراجل ده منظم. انا مش قصدي، مع احترامي ليه، ماني فاهم، جاي من بعيد يعني، فاهم قصدي، بعيد عن المهنه وبعيد عن التعامل مع الجيل ده. لا بس جوه الملعب مختلفه. سيبك ان انا ممكن اتعامل مع رضا بره الملعب، فاحنا حبايب هنسلم على بعض يا كابتن ونتصور والكلام ده. هو راجل بتاع شغل غير لما بتيجي تتعامل معاه جوه الملعب. لا هو راجل بتاع شغل. هل هيعرف يتعامل طبعا مع مليون في الميه، مليون في الميه. تلاقي اختلاف. ايه الاضافه اللي هو هيضيفها كابتن محمد رمضان؟ يقفل على الفرقه. ما الفرقه برضك ما في يعني الاضافه اللي هو هيقفل على طبعا. ما هي كابتن اوضه اللبس. ومعلش ما انت برضك انت احنا بنقول الصور وتروح وتيجي، ما الحاجات دي برضك لازم. ما كناش بنشوف النادي الاهلي كده يعني. لا توقيتها ماشي، ما بس ما كانش لا وقتها، ما تبقاش على طول كده. على طول انت ده كل ده اللعيبه كانت كل شويه تنزل ستوري. لا انا مستوى ما كانش النادي الاهلي كده. صح. مش يعني بالشكل ده. والحاجات دي بتاثر. يعني الحاجات دي بتخرج تركيزك طبعا، وانت داخل كمان على ماتش مهم ورايح تحتفل ورايح. ولا انت لازم كان يتقفل عليهم. قول لي ايه الجديد اللي هيقدمه كابتن محمد رمضان كمدير كوره او مشرف عام على الكوره مع النادي؟ اول حاجه هيعمل نظام بقى، هيعمل نظام للعيبه دي.